استكمالا لجهوده المبذولة من أجل الحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية، نظم المشروع الوطني هوية عدة دورات تدريبية على التوثيق للعائلة والبلدة الفلسطينية، وقد عقدت هذه الدورات في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، شملت مخيمات الرشيدية، برج الشمالي، مخيم عين الحلوي، الميومي، البداوي والجليل، وكذلك في عدد من المدن في لبنان، تركيا وأوروبا. وقد تجاوز عدد المشاركين فيها 300 مشارك ومشاركة. تركز مضمون هذه الدورات على التعريف بالمشروع وما يحمله من أهداف لخصت بأهمية التوثيق للعائلة الفلسطينية وإثبات حقها في العودة والعمل على تعزيز التواصل بين العائلات. احنا نهتم بالموضوع اللي هو المشروع طويل الأمد ونفس طويل بهدف أساس أنه احنا بدنا عم نشتغل على أسس أنه فعلا نعزز ونمكن موضوع حق العودة للشعب الفلسطيني. واستعرضت الدورات آلية التوثيق للقرية والعائلة الفلسطينية وما تقوم به من جهد ميداني من جمع شجرات وصور ووثائق وتسجيل شفوي. الأزرع كل اللي هون أنتم مش شايفينه هون كل هياتها بيرجع لفرحات. يعني أساس العيلة فرحات بتفرع منها عيلة محمد وتفرع منها عيلة محمد. هذا كل أحمد ومحمد. عشان هيك إحنا شو منحاول دائما بتقول لك منحاول إحنا فيها نجمع حضور الناس حتى ما تتفكر أكثر العيلة. وتم جمع كمان أكثر من يعني 13,000 صورة ووثيقة عائلية لهذه العائلات، وأيضا فيما تجاوز عدد الأفراد الذين شاركوا مع هوية يعني 47,000 شخص. واختتمت الدورات بنشاط عملي يحاكي العمل الميداني من ناحية استخراج المعلومة من الوثائق التاريخية القديمة وكذلك جمع شجرة العائلة. افترضوا اللي حدنا هو كبير من السن ختيار عم ناخذ منه شجرة العيلة. لم تتوقف الدورات التدريبية هنا، بل إن مشروع هوية حريص على بذل كل الجهود لإقامة المزيد من هذه الدورات بالتعاون مع مختلف مؤسسات وشرائح الشعب الفلسطيني.